جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في بلدنا نحن نسكن في قرية وفيها أقارب فقراء، ولكن يوجد من هو أفقر منهم، فهل يجوز لي إخراج الزكاة لأقاربي الفقراء أم لا بد أن أصرفها لمن هو أفقر منهم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لك أقارب فقراء مستحقون للزكاة فهم أولى بقرابتهم، لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يوجد من هو في حاجة شديدة فإنه قد ينظر إلى شدة حاجته، وأقاربك ليسوا لم تبلغ بهم الحاجة إلى مثل ما بلغت بأولئك، فصرفها للأشد حاجة قد يكون أفضل. وعلى كل حال الأمر جائز هذا وهذا، لكن الشأن في المفاضلة فقط. نعم.